ايه على السلامة الناس كل، مرحبا بكم. دونك اليوم تكون معنا أول سيشن في الفلاتر فيستيفال. دونك الفلاتر فيستيفال هو ظاهرة كاملة تصير في جميع أنحاء العالم. دونك كيف نقولوا احتفالا بالفلاتر، احنا ك فلاتر تونيزيا، دونك كوميونيتي نتاع فلاتر في تونس، دونك المسؤولين على تنظيم فلاتر فيستيفال باش يكون دونك لمدة جمعة كاملة. تو في الباج لينكدين دونك تلقاو لي سيشن اللي باش يكونوا موجودين تيل الجمعة دي الكل. اليوم دونك أول سيشن باش تكون مع أنيس، باش نحكيو على الفلاتر في الفيديو جيمز. دونك خليك الكلمة أنيس، تفضل. أهلا فيك، عايشك. على شكل دونك السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في فلاتر فيستيفال هذا برسمي حاجة يستحقها الفلاتر كوميونيتي كل، إنه كل مرة معناها تصير معناها نظموا حاجة كمان هكا باش نجموا نقدموا بالكوميونيتي وباش نقدموا بالفريم ورك نتاعنا معناها وبرشا حاجات الناس كل تشير معناها السكيلز نتاعها مع معناها في الكوميونيتي الكل. دونك قبل ما نبدا خليني نقدم روحي. بالنسبه ل اسمي انيس زاوام، عمري 24 عام، تخرجت عبنا من فاكولتي دي سيونس مونستير دون ليسونس فوندامنتال اون سيونس دو انفورماتيك. بيان سور مغروم بحاجه اسمها الديفلوبمون كيما برشا فيكم بيان سور، ومن بينها الديفلوبمون موبيل. Donc, what about now? I'm currently working as a Flutter developer for Origin Education. It's a startup. We have a project that is called Hawl Alam. The project is an educational platform for video games, bien sûr. في زيد ستوريز وبرشا حاجات اخرى ديديكيت للصغار. بون خلينا نرجع التالي شويه باش نحكي على الاورينتاسيون تاعي من وقتاش بديت معناها نخدم فلاتر. سو بديت كيما برشا ناس فيكم، ممكن بيان سور نديفلوبي شويه ويب، وكان يعجبني برشا الجي اس وسبيشلي الفيو جي اس. وبعد عملت ضربات اندرويد، ومن وقتها بديت نحب نعمل طلع الموبايل ديفلوبمنت ككل. بون عام 2020 بنوم يذكر بالخير، نصور حاضر معانا تو يتفرج علينا، يخدم اي او اس ديفلوبر، قال لي علاش ما تعملش طلع على الفلاتر. الحقيقه من الاول ما كنتش متشجع، كروس بلاتفورم وما زلت مش ستابل، ومخي يقول لي علاش ما تكملش في الحاجه نتيب باش ناخذ ريسك بيان سور نتاع وقت ونتاع برشا حاجات باش نتعلم حاجه جديده وما زالت مش مطلوبه بيان سور في السوق التونسيه الوقت هذاك عام 2020. من بعد الحق مشيت قريت الريفيوز ودخلت اكثر باش نعرف على الفريم ورك هذيا، ولوجت برشا وعجبتني الحقيقه. واكثر حاجه جبدتني فيها هي الهوت ريلود بيان سور، انك كل ليني تكتبه تنجم تشوفوا شنو زاد شنو نقصتك بيان سور في الابليكاسيون. من بعد عملت ستاج دي تي الحقيقه، واقترحت عليهم انه مش نخدم بالفلاتر. ما كانتش اكسبيرينس ناجحه برشا، خاطر ما فماش كون سوبرفايزر عليه كما حكيت من بكري في تونس، ما كانتش فما برشا كومبانيز تخدم بالفريم ورك هذيا. اما الاخر خرجت بحاجه وين جربت حاجه جديده اللي هي عرفت زاده كي نوع حلوين نلوج بالضبط، والجروبات بالضبط الجروبات وين نحاوم عليهم وين بالضبط نجم نعرف اي حاجه في حال الفلاتر هذيا. بون زاده كنت وين نسمع على جوجل ساميت ولا حاجه ولا كيما هيك فلاتر فيستيفال ولا الفلاتر كوميونيتي، فلاتر تونيزيا كوميونيتي كيما في سوس قبل عملنا ولا عملوا يعني عملوا جورني كامله نتاع فلاتر بيان سور نجري باش نعمل سبسكرايب. وعام الترمينال نتاعي خدمت شويه فريلانس بالفلاتر، وبيان سور خدمت الستاج بي اف ام تاعي والبروجي بي اف ام تاعي بالفلاتر. دونك من وقتها نخدم بالفلاتر بريس من فان 2020. دونك ريسنتلي دخلت الكومباني جديده كما حكيت عليها بكري اللي هي اورايزون اديوكيشن، برسمي لقيت فيها انفيرونمون تحفون برشا، واكثر حاجه جبتني فيه اللي هما
انهم برشا معناها كويس البروجي اللي يخدموا عليه معناها بلاصه الفيديو جيمز معناها وبلاتفورم تاع فيديو جيمز برشا فيهم يخدموا يونيتي كما حكيت دونك يخدموا يونيتي دونك وقتها تسالت زعما الفلاتر اللي نجم يجي نهار ونجموا الفلاتر نجم يجي نهار ونجموا نخدموا ولا تعمل سكسسفول فيديو جيمز واسكو بالرسمي نجموا نعملوا معناها الفلاتر اسكو powerful enough باش نجمو build to build video games for mobile دونك الحقيقة خلي قبل ما نكمل نجاوب على الأسئلة هذه كل خلي نعمل ريكاب صغيرة على الفلاتر فيو هذه باش تكون أول سيشن في الفلاتر فيستيفال تونيزيا دونك الأغلبية فيكم تعرف للفلاتر يسيبورتي أنك تعمل أبليكاسيون موبيل بيان سور ويب ديسكتوب و امبيدد ابليكيشن بيان سور وفيها ضم الكل كالعاده السؤال هو اسكو الفلات النجم نخدم به الجيمز نتاعنا بون بيان سور باش نعمل كيما حكيت لكم باش نعمل ديكاب صغيره اللي هي في الفيرسيون في الابديت اللي صار في الاخر بالكل اليوم من بريسك عام تو وصلنا ل 2.10 نورمالمون في الفلاتر اللي هي عام 2021 صاروا فور ابديت معناها وصلنا في فان ديسمبر للفيرسيون 2.8 اللي هي صارت فيها برشا حاجات جدد في الفلاتر واكثر معناها الابديت اللي مهمين في الفلاتر صاروا اكثر حاجه بون تركز عليها الجوجل والفلاتر تيم بيان سور اللي هي اللي هي البرفورمانس بيان سور البرودكتيفيتي والسبورت بيان سور كيما السلوغون تاع از اولويز الجوب نمبر 1 ويز فلاتر از كواليتي بيان سور دونك جوجل تخدم على البرفورمانس برودكتيفيتي والسيبور كيما حكيت من بكري اللي هي انه الفلاتر تيم تخدم على البرفورمانس امبروفمنت وبالرسمي دي سبيند ماتش اوف ذير تايم فلاتر تنجم تعمل تخرج معناها ابليكاسيون سموث على الاخر وتنجم تسبورتي البريسك الديفايس الكل موجودين دونك كيف كيف كي نحكي على البرفورمانس نحكي على ال يعني it improve في sending message between يعني بين الدار والobjective C ولا Swift في iOS وبين سو بين الدار والجافا وكوتلين في الأندرويد بين سو زاد كي نحكي على البرفورمانس نحكي زاد على productivity اللي هي developer tools من بالرسمي الحاجة اللي تستحق برشا الفلاتر developer كل معناه يستعملوا برشا اللي هي معناها الديف تولز هذي وين تنجم تعمل فيزيون جنرال على البروجي نتاعك وين تريم تاع البروجيكت نتاعك تنجم تشوف كل الميموريز نتاعها الميموريز والابليكاسيون ككل معناها تعمل فيو جنرال على الابليكاسيون كيف كيف زاد فما الفلاتر لين معناها برسمي انه تنجم ديتكتي الكومن والانكومن ميستيكس الموجودين في الكود نتاعك كيف كيف البيجمون اللي هو الكود جنريتور تولز يعني يعمل كوميونيكاسيون بين الفلاتر والهوست بلاتفورم باش يخليه اكثر ايزير وفاستر دونك السيبور زاد نجول السيبور توا اللي هي الفلاتر عملت السيبور للاندرويد فول سكرين وخلت معناها الاندرويد يكون معناها بريسك للتليفونات اللي كلها تنجم تعمل ابليكاسيون فول سكرين كامله معناها بالنوتش نتاعك وكل شيء تنجم تستعمل ابليكاسيون كامله كل بالنسبه زاده للفلاتر تنجم سيبورت للادز بيان سور بالبانر ادز تنجم نزيدوا الفيتشر هذوما الكل البانر ادز النيتف ادز وتنجم زادة برشا معناها للادز اس دي كي معناها سيبورتتهم للفلاتر بيان سور زاد ولينا نجم معناها الفلاتر اد الابل باي والجوجل باي باش يكونوا ايزير تو اور ابلكيشن دونك فما حاجه اخرى اللي هي الجوجل والفلاتر تيم بيان سور عملوا لها سيبور اللي هي الفلي تو نرجعوا لها من بعد بالضبط شنو هي الفلي دونك نعاود نرجع بيان سور مع بالابديت هذه بيان سور
اللي قاعده تصير كل مره في الجوجل تيم من الجوجل تيمز بيعملوا الفلاتر تفهم اللي هما مازالوا ناويين يقدموا في يكملوا في السيبور نتاعهم كيف 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 زاد حتى الكوميونيتي زاد من شيرتهم قاعدين يعاونوا بالباهي كل سوا من الباكيج جديد اللي عم فيهم وكل سوا زاد حتى من البروبلم سولفينغ والباجز والايشوز قاعدين يصيروا كيما حكيت من بكري زاد في الفيرسيون الاخرين في الفلاتر تخدم برشا على البرفورمانس وهذا اللي يخلي الفلاتر تنجم تدخل بالرسمي تنجم تحكي وقتها على عالم الفيديو جيمز في اكثر حاجه مطلوبه في الدومين هذا تاع الجيمز ككل انه البرفورمانس والسبيد دونك كي نحكوا على الفيديو جيمز نحكوا بيان سور اول حاجه جي مارك هي اسكو الابليكاسيون تعملها اسكو سبيد اناف معناها باش تنجم تجري الابليكاسيون تاعك كيف كيف زادة كي نحكو على الفيديو جيمز أول حاجة تجي لبالك اللي هي الجيم انجن بيان سور الكاركتير يعني الكاركترز متاعك الموجودين في الجيم متاعك والجيم لوجيك بيان سور كيفاش الابليكاسيون كيفاش الجو متاعك معناها دور في الدور معناها دونك بلي باش نسأل هنا أسأل شكون عنده فكرة على الجيم انجن بيان سور كان فما شكون معناه يعرف على الجيم انجن شو معناه الجيم انجن ولا شكون عنده فكره على الجيم انجن فوالا فما اليونيتي فما المعاد سي تي او نتاع سي تي تي نتاع مرحبا بيك دونك فما الانريل انجن كما ذكرهم معاد فما الانريل انجن فما الكراي فما اللامبرغارد فما الكراي انجن بيان سور شيفا اليونيتي كما يخدموا بها اغلبيه الديفلوبر اللي معايا في السي سي تي فما الريد انجن ومرحبا زاد بالكحله محمد امين دونك بيان سور كيما حكيت من بكري اللي هي هذوما بالنسبه للجيم انجن موجودين في العالم ككل بون فما برشا جيم انجن اخرين فما انجن بريسك ما اللي مبكري نستنى فيها لما حاله اللي هي الفليم انجن شنو هي الفليم انجن بالضبط دونك الفليم انجن هي ال الانجن اللي عملتها بون معموله بالفلاتر للفلاتر بليتو خاطر بالنسبه للفليم هو 2 دي انجن فور سمبل جيمز بيان سور معناها معناها برينسيبالمون الانجن للجيم لوب بون مش نحكم بعد على الجيم لوب مش معناها بين الريندر والابديت السايكل هذيك بالضبط دونك باش نرجع شويه للفليم انجن فليم انجن فيرسيون بيتا بابليش عام في ابريل عام 2019 ديزو فيرسيون بيتا بابليش عام 2019 نورمالمون جوست وتوا وصلنا الليتست فيرجن اللي هي البي بوان 1.0 اللي هي سبورتد باي جوجل باي جوجل دونك برغم على فكره بالنسبه للفليم انجن ماهوش ماهوش owned by Google ما خاطر اللي عمله هو لوان نيكو he was the one اللي عمل الفليم انجن بيان سور من بعد عطت لجوجل السيبور للباكيج هذيا وتبنتها معناها وهذا الكل يرجع للسياسة اللي تعمل فيها جوجل والفلاتر تيم بيان سور وقت اللي زادوا الفيتشرز هذوما زادوا برشا معناها فيتشر اخرين باش تو سبيد اب بيان سور الجيم ديفلوبمنت ككل والاب ريسبونسيفنس دونك هذا الكل يرجع للبرفورمانس اوبتمايزيشن بيان سور اللي حكينا عليه بكري شويه دونك باش نرجع شويه دونك الفليم شنو هو الفليم دونك لان نرجع لسؤال اللي صار دونك الفلاتر نجمو نعملو بها دو جو دي جيم دي فيديو جيمز
yes or no. Bon, the answer لنا is both yes and no. كيفاش؟ لأنك إذا كانت خامة إنك بتعمل أبليكاسيون عش جو فيديو بال بال بالفلايم هنا دونك كانت خامة مش تعمل أبليكاسيون تاع كيما باب جي ولا فري فاير ولا حاجة كيما هيك. بون اكشلي نو خاطر اصلا معناها في الاصل الفلاتر معناها مجعول في الاصل انه مش تعمل ابلكيشن معناها مش لعب بات معناها نجمو نعملو بي سمبل جيمز كيما ليدو تتريس فما برشا جيم حلوين على الاخر نجمو نعملوهم بال بال بالفلي دونك كيفاش معناها كيفاش نجمو نصنعو الجيم هذوما فما ال فما ال بيان سور بالفليم هذيا بيزد بالاصل على ال 2 دي جيمز بيان سور وتعمل نرجعولها بالضبط انا ومنزلنا باش نزيدو نعرفو برشا على الفليم شنو بالضبط دونك الفليم الفيرسيون تاعو 1.0 بيان سور وي يوز تو ميك جيم فور ويب والاندرويد والاي او اس كيف كيف الجيم لو نرجعو لهم بعد بالضبط شنية هي create movable play character بيان سور في كل جو الأغلبية فما ال فما ال characters بيان سور فما ال scene معناه ال canvas ال UI معناه تاع الابليكاسيون كيف كيف الانيماسيون الانيميشن تاع ال characters متاعك وكيفاش تحركوا في ال في ال في ال في الانفيرونمون تاع تاع الجيمز نتاعك دونك لهنا بيان سور خلينا نوضح اش معناه الجيم لو بيان سور هي بون الجيم لو بالضبط بيزد على الرندر والابديت بون الرندر هي الكانفاس بيان سور اليو اي خلينا نقولوها معناه اليو اي نتاع الابليكاسيون نتاع الجيم نتاعك وبيان سور الرندر اللي هي فيها التايم انبوت وبيان سور التايم والوقت معناه وبيان سور هذا كل مع الجيم لو باش نزيدوا الجيم لوجيك دونك باش تولي وقتها عندنا جيم كامل دونك فما الرندر واللوب باش يخدموا سيمولتانيمون بيان سور عندك مع الـ مع اليو اي والتايمينغ باش يخدموا باش نجم تخرج الجيم نتاعك دونك كما حكينا بخلاف الجيم لو نجمو نعملوا موفبل بلاير الانيميشن تاع الكاركترز نتاعك دونك كيف كيف زاده في دونك خلينا ندخل شويه الانستالاسيون تاع نتاع نتاع الفليم دي بون الفلاتر كيما اي باكيج اخرى نجمو معناها نعملوها اللي هي الفلاتر باب اد فليم دونك تنزل في في ديبندنس نتاعك في ديبندنسي نتاعك فليم الفيرسيون الاخرى بيان سور ليتست فيرجن هي 1.0 قبل ما تبدا تخدم بها بيان سور باش تعمل باش تمبورتي الباكيج نتاعك هذه دونك لا لحظه برك جوست نحكي توا على اللايف سايكل نتاع الجيم هذه اللايف سايكل نتاع الجيم هذه بون جوست نقرا شويه كومونتيرات في نفس الوقت دونك بالنسبه لللايف سايكل تاع الجيم هذه عندنا الاون جيم ريسايز بيان سور اول حاجه من بعد الاون لود وبيان سور الاون ماوت من بعد تصير الجيم لوب اللي هي كما حكيت عليها بكري اللي هي الابديت والرندر بيان سور حاجتين يخدموا سيمولتانيمون وين تصير فيها الجيم لوب وين تصير بلوتو الجينيريت نتاع الجيم نتاعنا دونك وبيان سور في الاخر بالكل عندنا الاون ريموف ووقتها تعاود نجم تعاود جينيريت معناها الجيم من اول وجديد ورا هذه اللايف سايكل نتاع الفليم ولا بليتو انه الفيديو جيمز بالفليم سو لهنا ما نعرفش واضحه شويه معناها اكزامبل نتاع فيديو جيمز بالفليم بيان سور عنا الجيش باش نحكي حتى كان الكتابه مش واضحه برشا لما حاله مي جوست باش نعطي بتيت اكزامبل هي لهنا كل وين تكليك على البوكسز هذوكم باش يصير اكسبلوجن معناها نتاع البوكس هذوكم دونك في المين بيان سور عنا لهنا في المين باش ديكلاري بيان سور مع انك تاع
تمبورتي الباكيج نتاعك هذوكم الفليم دارت وهذوكم كل ما يجيو في نفس الباكيج بيان سور كيما في الفليم بيان سور عندنا بخلاف انه عندك الاسيتس نتاعك اللي فيهم زاد الاوديو بيان سور موجودين في الباكيج نتاعك في الفليم هذوكم نزيدهم الاسيتس نتاعك تنجم تستعمل الاوديو بيان سور خاطر جينيرالمون لي جيمز الكل فيهم ساوندز فيهم فوالا الانيماسيون هذيك نتاع الساوندز نتاع ليماجيت ليماج وين تتبدل الكانفاس بيان سور عندك كيما حكينا من بكري في المين نتاعنا بيان سور باش ديك بون باش تصير فيه المين كلاس معناها اللي هي الماي جيم بيان سور وعندنا زاد لهنا الكلاس نتاعنا اللي هي الكريت بيان سور اللي هي المين كلاس نتاعنا دونك كيما حكيت من بكري عندنا الابديت اللي هي معناها في كل ابليكاسيون باش يكون عندنا الابديت والرندر دونك الابديت والرندر لهنا بيان سور باش ديكلاري الفانكشن نتاعك اللي هما ديستروي فوالا عندك الكلاس نتاعنا اللي هي الاكسبلوجن اللي هي وين تصير تكليكي على الابليكاسيون تكليكي على البوكس هذاك تصير كيفاش معناها تصير بالضبط كيفاش تصير بالضبط معناها الاكسيون بيان سور معناها اللي هي الحكايه انه نستعملوا في ديزيماج بيان سور انه نحركوا ديزيماج كيما لهنا الاكسبلوجن دوت بي ان جي هما بيان سور عندك التايمينغ هذه نتاع الانيماسيون اللي تصير وقت اللي باش تكليكي على على البوكس هذاك كيما لهنا بون فوالا لهنا عندنا الديكلاراسيون نتاع الفليم اوديو دونك لهنا نتاع اذا كان فما لهنا فوالا ميس بوان بي 3 لهنا في الحاد الميس بيان سور جست معناها اكزامبل صغير كيما حكيت من بكري الرندر اللي هي الكانفاس بيان سور حكيت اللي هي اليو اي بلوتو نتاع نتاع الابليكاسيون نتاع الجيم نتاعنا وعندنا الابديت اللي فيها التايمينغ فيها التايمر بالضبط وين نعمل كرييشن نتاع التايم نتاعنا دونك بيان سور لهنا الفانكشن وين تصير نتاع وين تصير الفانكشن نتاع الجيمز نتاعنا دونك هذه بيت اكزامبل مش بون فوالا مش ابليكاسيون كبيره برشا كيما حكيت لكم بكري دونك سبيسيالمون هي الفليم مازال كل مو ان تعمل الفيديو جيمز 2 دي معناها مش حاجه كبيره برشا مي مالغري سا ماشي الجوجل سيبورتي فيها برسمي على الاخر وناويين يقدموا برسمي في الحكايه هذيك وبالرغم انه الفليم زاد مش حتى ينجم يعمل كيما حكيت من بكري انه كان الفيديو جيمز بيان سور الباكيج هذيك تنجم تستعملها في لي انيماسيون في لي انيماسيون تاعك في برشا حاجات اخرى بون فما هي باكيج اخرى خليني نكمل نحكي فما باكيج اخرى قبل ما تعال نشوفوا اكثر على الفليم فما باكيج اخرى اسمها سبرايت ويدجت بيان سور حتى هي تعطيك هاي بيرفورمانس نتاع انيميشن و 2 دي جيمز مي سبورت باي جوجل هي سبرايت ويدجت ماهيش سبورتد باي جوجل مي حتى هي تعمل 2 دي جيمز كيف كيف فما فما الفلاتر يونيتي الويدجت اللي هو جيم انجن معمول بالفلاتر يونيتي 3 دي مي كيف بون معمول يوزد فور الامبيدد يونيتي في الفلاتر دونك حتى هو زاد مازال مش سبورت الجوجل مو نجم هذا زاد اضم زاد فما برشا انجن اخرين بخلاف الفليم مي الفليم هو السبورتد باي جوجل بليتو دونك لهنا جست نعطيكم اكزامبل نتاع الفليم بيان سور الفليم انجن شنو نجم نعمل به بالضبط جست لحظه برك شنو ستوب شير سكرين ويندو نتاعنا عندنا الفليم اكزامبل لهنا تشوفوا فيه اللي قاعدين نشوفوا فيه دونك عندك البيس انيميشن بون لازم على الانيميشن نورمال بون كما حكيت بكري مش حاجه طيارة على الاخر الفليم بارابور برشا انجن اخرين دونك مي بيان سور فما
بيان سور كيما الفلاتر اول ما بدا معنا كروس بلاتفورم ما كانش برشا عباد بالرسمي ممنا به مي من بعد كنشوف في تو بريس ملوين في الكروس بلاتفورم وكوتي بيرفورمانس طايره على الاخر وكيف كيف ان شاء الله زيادة في الفيوتشر بيان سور باش يكون عندنا الفليم انجن هذا طاير برشا وعلاش ليه ما نشوفوش معنا جيمز بالفليم انجن هذا جيمز كبار كيما الاساسن كريد والوايد ريفت مثلا علاش ليه نهار اخر ما نشوفهمش مثلا مخدومين بالفليم بون عندك عندك ولا الانيماسيون هذا بيزك انيميشن عندك جروب بيان سور تاع انيماسيون لهنا السكرول والسكرول داون اب داون هنا بون عندك الكاميرا بيان سور هنا عندك زوم زوم ان وزوم اوت بون كيما حكيت بكري مش بالضروره تنجم تستعمل هي الفليم انجن معناها تنجم تستعمله في الفيديو جيمز كيما تنجم تعمله في الانيماسيون تاعك كيما لهنا نجم نستعملها في السبلاش سكرين تاعك انك اول ما تحل السبلاش سكرين تاعك تصير كيك الزوم زوم ان وزوم اوت بيان سور تاع اللوغو تاع الابليكاسيون تاعك كيف كيف لهنا عندك الزوم فوالا كيما بكري في المابس نتاعك كيما في اللول فوالا تنجم تعمل زوم ان وزوم اوت للمابس نتاعك وتنجم تستعملهم هذوما في الابليكاسيون في الابليكاسيون ولا في الفيديو جيمز وعندك الكوليجن ديتكشن هذوما كي زوز حاجات ولا زوز اوبجيكت يقربوا لبعضهم بيان سور باش يبعدوا على بعضهم لهنا معناها ولا الكوليجن ديتكشن هنا معناها انتليجون شويه بيان سور فما الملتيبل شيب لهنا وفما برشا انيماسيونات بالرسمي معناها بخلاف كيما حكيت بكري انه اذا كان ما نجموش نستعملوه مع ما نجموش نستعملوه انه باش مش نصنعوا فيديو جيمز بيان سور دي فيديو جيمز نجمو نستعملوه زادا باش نخدمو الانيماسيون بتاعنا خاطر بالرسمي الفيديو جيمز اصلا معناها كيما حكيت بكري بازي على الانيماسيون بخلاف انه الجيم عندك الجيم اذا كان عندك انيماسيون وعندك تايمينغ وعندك جيم لوب اللي رندر الاكسيون ولا سوميت الاكسيون تصير سوميتانية بين رندر والابديت يبدا عندك جيم لوجيك والانيميشن بيان سور باش تنجم تصنع الجيم نتاعك دونك لهنا كيما حكيت من بكري الانسومبل تاع انيماسيون تنجم تعملهم بالفليم هذيا نرجع تيلي شوي بون نرجع تاني شوي للسكرين بتاعي دونك جوست في الاخر معنا بون ما طولتش برشا الحقيقه في البريزونطاسيون الحقيقه مي حبيت نحكي اون جينيرال على الفليم انجن هذيا وان شاء الله في ان ذا فيوتشر معناها برسمي فما معناها برشا الكوميونيتي ككل يخدموا على الجيم هذيا ويخدموا على الباكيج هذيا ان شاء الله كيما حكيت من بكري مش كان الفليم فما برشا باكيج معناها ثانكس تو الكوميونيتي والفلاتر كوميونيتي في العالم الكل برسمي انه يعاونوا العباد هذيا باش يعاونوا فينا انه باش نقدموا ونطوروا من الفريم ورك هذيا كما حكيت مبكري معناها الفليم انجن في الاصل معناها مش معموله جوجل مي عملها شخص عادي معناها كما ان شاء الله علاش ليه واحد فينا بالفلاتر كوميونيتي نتاع تونيزيا كوميونيتي ان شاء الله علاش ليه معناها ما تكونش فما دي باكيج طياره كما كي وسبورت باي جوجل بالنسبه باش نحكي شويه على الفيوتشر نتاع الفليم هذا بون كما الانجن الاخرين الكل كيما الانريل انجن واليونيتي بيان سور ما نجحوا كل كان بالسيبورت نتاع الكوميونيتي هذيك ونجحوا كان بال 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 الانفستيسمون نتاع بيان سور نتاع الكوميونيتي كيما حكيت بكري والعباد اللي تعاون انه باش تطور من الفريم ورك هذيك دونك بيان سور حتى الفليم ان شاء الله باش تنجح بالكوميونيتي ان شاء الله نتاع الفلاتر وين العباد وين تزيد تطور وبيان سور علاش ليه كيما حكيت بكري ما نشوفوش الفليم نجمو نعملو بيه فيديو جيمز كبار على الاخر ناجحين
وبيان سور زاد الفلاتر بالرسمي معناها توا كل مومون في لوت نيفو طاير معناها كفريم ورك بارابور الفريم ورك الاخرين كل معناها فريم ورك ناجح على الاخر والحمد لله ربي معناها برشا عباد تستعمل في الفلاتر وتعرف معناها معناها الخدمه نتاع جوجل بيتو ولا الكوميونيتي يخدموا برشا على البرفورمانس هذه. دونك من بين الحاجات انه تخدم برشا على البرفورمانس انك تنجم تصنع حاجات طايره على الاخر. وبيان سور كل حاجه اللي هي ادفنتشر جديده وان شاء الله حتى الجيم ديفلوبمنت في الفلاتر بيان سور باش تكون ادفنتشر جديده وعلاش ليه ما تكملش بيان سور وبالرسمي باش تكون ادفنتشر طايره على الاخر للفلاتر. وبالنسبه لي انا كواحد من اللي انا معناها كواحد من الفلاتر كوميونيتي بيان سور باش تنجح حاجه كيما هكا معناها ان شاء الله ان شاء الله ما تغوتش عليكم. هذه اول حاجه ما حبيت نحكي اون جينيرال على الفليم. حبيت نعطيكم طلع لي فما بالرسمي انجن موجود الفلاتر عامله انجن بيان سور. كيما حبيت زاد نعطيكم بيو ريكاب على الابديت اللي صار في الاخر بالكل وهذاك هو في المومون. دونك بسام دونك بيان سور اذا كان عندكم اسئله ولا حاجه نجم نجاوب عليها بيان سور. اذا كان فما حاجه تحب تسالوا عليها كونسيرنون الفلاتر ولا الجيم انجن هذايا يتفضل محمد امين. بون نورمالمون هي في الصيف هذا ان شاء الله في الصيف هذا بحول الله باش تصير فما ابديت حسب الـ حسب معناها السكاجول اللي عملتها جوجل باش تصير فما ابديت نورمالمون في الصيف هذا وين باش نشوفوا الويندوز ان شاء الله باش يكون ستيبل باش تخرج فيرسيون ستابل في الويندوز. وكيف كيف ناويين بون مش 2.0 مي باش يكون فما 1.1 في الفليم ان شاء الله مع الابديت هذه اللي نورمالمون باش تصير في الصيف ان شاء الله. وكان فما اسئله اخرين نجم نجاوب عليهم. معاذ, do you believe that Flame will beat Unity someday? بيان سور, علاش ليه؟ معناها بالرسمي إذا كان واحد إذا كان واحد ما يمنش بالكوميونيتي نتاعو بيان سور حول ليه الكوميونيتي كسوا من الكوميونيتي ولا من جوجل تيمز بيان سور. كما 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 برشا عباد كنت ما امنتش بالفلاتر وقت اللي باش يخدم كروس بلاتفورم وقت اللي خرج لك ابليكاسيون بالبرفورمانس نتاع الناتيف بالرسمي يمكن نعاودها ونقولها انه بالبرفورمانس نتاع الناتيف بالكاليتي وبالكواليتي هذيك اللي خرج لك ابليكاسيون نضيفها على الاخر سيتو في اليو اي ولا في الكوتي سبيد معناها خرج لك ابليكاسيون بالفاسون هذيك كروس بلاتفورم بيان سور. دونك تنجم نهار اخر معناها انه الفليم علاش ليه ما يكونش خير من يونيتي بيان سور. معناها نعرفك لين تخدم يونيتي اكيد سي تي او نتاع سي سي تي نتاعي مي ان شاء الله بحاول ليه نهار اخر الفليم باش يكون خير برشا من يونيتي خاطر برسمي ميم برشا بالسيبور اللي صاير توا في للفلاتر وبيان سور من الكوميونيتي زاد ككل. دونك ديجا ستابل ويندوز جوست قصدي معناها الويب ستابل مش ويندوز ستابل ديزلي معناها يعطيك الصحة عزيز. game with flame as an example for future conference بقى بيان سور علاش ليه ان شاء الله جوست لان حب السيشن نتاعي كان سبيكين
فوالا هذاك علاش معناها ما عملتش معناها سيشن براتيك، ما كانتش براتيك هنا وما عملتش جيمز، اما ان شاء الله في المستقبل علاش ليه ما نعملش ابليكاسيون بيان سور فيديو جيمز بالجيم معناها بالفلاتر وتكون سيشن في بون ان شاء الله في الفلاتر فيستيفال الجاي، ولا علاش ليه حتى كونفرنس عاديه نعملوها الفلاتر كوميونيتي كما صارت عملناها في سوسه. دونك ان شاء الله علاش ليه بيان سور حاجه بالرسمي نحب نعملها انه نصنع جيم انا ماي جيم بالرسمي نشيخ عليها بحول الله ان شاء الله ان شاء الله في نحاول ننظموا سيسيون تاع بالرسمي تاع براتيك، شكون كلها فورماسيونات براتيك علاش ليه معناها شكون زاد منها سيسيون للجيم ديفلوبمنت زاد باش نجمو نطوروا منها. Donc, question. Amen, allez. Comment physics simulation في الفلاتر؟ Bien sûr, كما أي engine في physics ou render ou update, كيف كيف حتى الفلاتر فيه physics simulation في موجود في الفلاتر. Bien sûr. نجم تخدم فريد الحفار بالفليب بعضهم عباد اللي تخدم معايا نجم تخدم فريد الحفار. اللي ما عارفش فريد الحفار هي جو موجودة في الابليكاسيون فريد راوند وورد، من أقوى اللي جو معناها ممكن تشوفها في حياتك اللي هي فريد الحفار. بحاول الله علاش لا، هي مخدومة باليونيتي كل موم إن شاء الله باش نحاول نخدمها بالفليم وممكن تطيح برشا على فريد الحفار والكاليتي نتاع فريد الحفار ان شاء الله في هذه السنه ان شاء الله نعمل براتيك ديمو بالفلات والله ان شاء الله. اذا ديو معناها كل شيء ترجع بيان سور اللي هي بالكوميونيتي هذه، واذا كان فما ديسيشن اخرين ان شاء الله علاش ليه ما تكونش بون. نورمالمون زاد فما ديسيشن تاع بيلد يور فيرست ابليكيشن ان شاء الله مع ميسا نورمالمون اوكي ان شاء الله. وان شاء الله زاد باش تكون فما ما بحاول الله ان شاء الله تاون نحاول ننظموا انه باش تكون فما بيان سور سيشن براتيك باش نعملوا فيها ديمو بالفلاتر بيان سور ديمو باش نصنعوا فيديو جيمز ان شاء الله نجم تعمل فورماسيون دي كلوب. بون ديجا معناها بريسك موجود مع كلوبات بيان سور، بالرغم اني كملت معناها كملت الليسونس نتاعي مي مازلت مع كلوب لوجيسيال ليبر بيان سور بيان سور اللي بالرسمي من الكلوب اللي خدمت معاهم برشا في الـ في الـ في الـ في الاف اس ام كلوب لوجيسيال ليبر كلوب معروف برشا. دونك علاش ليه ان شاء الله نهار نولي نخدم لهم نخدموا فورماسيونات مع بعضنا بيان سور، من شرك فادي نورمالمون تخدم رياكت نيت من شرك تعمل لنا فورماسيون رياكت نيت ونعملوا فورماسيون فلاتر ونشوفوا شكون الخير بيان سور. دونك عزيزة في do you have any open source project in your GitHub for Unity or Flutter with Play؟ بون الحقيقة لا ما عنديش open source project باليونيتي ولا بالفليم، مي ان شاء الله ان شاء الله اول ما بون بيان سور عندي لهنا اللينكدين نتاعي انيس زاوام. دونك بحاول الله اول ما نهبط ولا اول ما نهبط نعمل اوبن سورس بروجكت ان شاء الله نببليه للناس الكل على اللينكدين نتاعي بحاول الله. باهي واضح انيس، دونك يعطيك صحة على السيشن. دونك اذا كان فما اي حاجة جوست تحب تقولها دونك ونتعد معناها سي بون اون برانسيب كملنا، دونك خلي كلمة الختام لك انت انيس تفضل. بارك الله فيك بيان سور، نحب نشكر بيان سور فلاتر تونيزيا على الاوبرتونيتي هذه بيان سور، انه بالرسمي فرحان على الاخر انه حضرت في الفلاتر فيستيفال اللي عملتها الفلاتر تونيزيا كوميونيتي، وان شاء الله كيما برشا عباد طلبت انه نعملوا سيشن اخرين نتاع براتيك باش يكونوا اكثر للفيديو جيمز بيان سور بالفليم ان شاء الله علاش ليه
في الكونفرنس الجايين بروكو بان نجمو نصنع نعملو حاجات اخرين. وبالرسمي يعطيكم الصحه العباد اللي بالكوميونيتي هذيك كل فما خدمه طايره على الاخر، وان شاء الله ان شاء الله بيان سور باش نكملوا بالاخر معناها منقدمو كان بالكوميونيتي اكيد بحول الله. دونك بارك الله فيكم مره اخرى على الانفيتاسيون هذيا وميرسي بوكو بالرسم بسام. يعطيكم صحة دونك، يعطيك صحة نيس، وشكرا على الناس اللي كانت موجودة معنا. دونك نتقابلوا إن شاء الله في سيشن أخرى اليوم برانسيب تكون الـ 29 نهار ثلاثة حاجة كش من هكا. دونك برانسيب موجودة على لينكدين الكل. يعطيكم صحة الناس كل، صباح الخير صباح الخير الناس كلها.